بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. برحب بيكم في مطبخي ومطبخ ام احمد وفي قناتي طبخ ونصيحه. النهارده ان شاء الله، النهارده يعتبر رابع يوم رمضان طالع يجري. والله بجد ايامه كلها جميله وكلها بركه وخير. يا رب يعيدوا علينا وعليكم بالخير والبركه ان شاء الله يا رب. قلنا النهارده احنا طبعا عملنا مع بعض الخشاف اول يوم رمضان. طبعا بتغيري بقى وبتنوعي شويه عن الخشاف بتاع البلح، بتعمل عصير مره فراوله يعني. فالنهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض المانجا. طبعا المانجا جميله جدا، الكل بيحبها، ما فيش حد بيختلف عليها، مفيده طبعا جدا. طبعا المانجا دي كانت عندي الوقت المانجا ما طلعتش قوي يعني، او لسه في بشايرها يعني، فدي كانت عندي انا مفرزاها وهقول لكم انا فرزتها ازاي. انا بفرزها من السنه للسنه، بتبقى زي الفل وجميله جدا ولونها ما بغيرش زي ما احنا شايفين، زي الفل اهي. طبعا يعني الكل بيحبها وما بيختلفش عليها. النهارده هنعمل مع بعض عصير المانجا السهل جدا البسيط جدا اللي كله بيحبه. ما بي يعني ما بياخدش منك وقت وبتخلصيه بسرعه وجميل جدا. طبعا انا معايا المانجا بتاعتي اهيت، ومعايا كوبايتين ميه، ومعايا كوبايه سكر، والسكر طبعا حسب الرغبه. وتعملي حسابك ان المانجا سكر يعني بتبقى مسكره، فاعملي حسابك ان المانجا ما تحطي لها السكر كتير يعني، اعملي وشوفي السكر اللي انت عايزاه. تمام، يلا نبدأ مع بعض. هنعمل ايه ان شاء الله؟ هنعمل مع بعض، نروح على الخلاط ونشوف هنعمل ايه. ادي المانجا بتاعتنا يا حبايبي زي ما قلنا اهو. انا هاخد حتتين من دي كده، شوفوا جميلة ازاي ما شاء الله، بتتخزن من السنة للسنة زي الفل. هاخد قطعتين من دول كده، واخد كمان قطعة اهي، هقول لكم انا هعمل فيهم ايه دلوقتي، واسيبهم دول على جنب. تمام، ونروح بينا بقى على الخلاط ونشوف احنا هنعمل ايه مع بعض. كده هنحط القطع بتاعتي في الخلاط اهو كده زي ما احنا شايفين. معلش بقى اعذروني لان انا بصور بايد وبشتغل بايد كده زي ما احنا شايفين اهو. واخد معايا السكر بتاعي هحطه معايا برضو في الخلاط اهو كده زي ما احنا شايفين كده. كل القطع بتاعتي اخدها وازود بالميه بتاعتي اهو كده، وابدا اضرب الخليط كله على بعضه. يا حبايبي احنا ضربناه في الخلاط ضربا مبرحا اهو، شوفوا شوفوا القوام اهو، ده القوام بقى الجميل. مقولكوش على ريحه المانجا طالعه ايه، تحفه، حاجه جميله 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 ما شاء الله. نكمل اللي معانا بقى، وده يا حبايبي العصير بتاعنا ما شاء الله عليه وعلى جماله، شفتوا جميل ازاي وشوفوا القوام بتاعه عامل ازاي، زي الفل. طبعا احنا بنغير في رمضان يعني، مش على طول خشاف، مش على طول لازم تغيري في العصير بتاعك. طبعا ده القطع اللي انا قلت لكم عليها، الحتتين المانجا اللي انا حشتهم انا قطعتهم قطع صغيره كده، واحط في كل الكاسات كل ايه كاس حبيتين كده. تمام، يلا بينا نشوف هنعمل مع بعض ايه. كده هون بيبقى جميل جدا بجد، طعمه بيبقى خطير، حلو قوي قوي اهو كده زي ما احنا شايفين اهو. كده اهو كده زي ما احنا شايفين كده
نبدأ نصب العصير مع بعض كده زي ما احنا شايفين اهو. شفتوا القوام والجمال؟ شفتوا لون المانجا؟ ودي متخزنة كمان، يعني مش لونها مش مغير ولا اي حاجة، زي الفل، يعني متفرزة في الفريزر زي الفل كده زي ما احنا شايفين اهو. جميلة جدا كده. شفتوا الجمال؟ القوام جميل جدا بتاع العصير وزي الفل. كده زي ما احنا شايفين اهو. تمام كده، كده زي ما احنا شايفين. نبدأ نحط عصيرنا كده اهو. كده بيكون شكل العصير بتاعنا. طبعا بتمنى ان الفيديو يعجبكم، وده بيكون يا حبايبي شكل العصير بتاعنا ما شاء الله. يلا يا رب بالهنا والشفاء على قلوبكم يا رب، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، ويعودوا علينا وعليكم بالخير يا رب ان شاء الله. ان شاء الله اشوفك على خير الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.